أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الخاصة التي نتحدث فيها عن العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا. تأتيكم هذه الحلقة من أون لايف. ضيفنا في هذه الحلقة نائب وزير التجارة والصناعة الروسي السيد غالب سيرجيفيتش نيكيتن. مرحبا بك سيدي الكريم. دوبري دين. بداية نريد أن نتحدث عن العلاقات المصرية الروسية، هذه العلاقات ذات العمق الاستراتيجي التاريخي والاقتصادي والعسكري أيضا. هذه العلاقات شبه بعض الفتور لفترة زمنية محددة ولكنها عادت من جديد. إذن مشاهدينا الكرام نتحدث عن العلاقات الروسية المصرية مع ضيفنا الكريم، فلتحدثنا عن هذه العلاقة. أنتم تعرفون أن مصر شريك تجاري واقتصادي كبير لروسيا الاتحادية، وقد شهد التبادل التجاري بين البلدين عام 2015 انخفاضا نوعا ما عن أعوام 2014 و2016، ولكن منذ هذا التاريخ عادت العلاقات إلى وتيرتها السابقة، خاصة فيما يتعلق بالصادرات. ونعمل على زيادة العلاقات الاقتصادية والصناعية بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالقمح الذي يعتبر هو المنتج الرئيسي في التبادل التجاري المصري، وصناعة السيارات التي تصل إلى 34% من حجم التبادل التجاري بين البلدين. وفي الوقت الحالي تلعب وزارة التجارة والصناعة في كلا البلدين دورا كبيرا على زيادة العلاقات التجارية والصناعية، ذلك من خلال لجنة الأعمال المشتركة الروسية المصرية والتي يرأسها وزير التجارة والصناعة في البلدين. نعم بالفعل، يعني لا يمكن لأحد أن يغير من بوصلة العلاقات المصرية الروسية. إذا نستطيع القول بأن هذه البوصلة عادت من جديد من خلال المشروعات الضخمة، وتحديدا هذا المشروع الأخير الذي كنت تتحدثون عنه منذ قليل، وهو المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس. فلتحدثنا عن هذا المشروع بحجم استثمارات كبيرة بمليارات الدولارات. لدينا أمال كبيرة في زيادة التبادل والتعاون التجاري والصناعي بين البلدين. أريد أن أشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يعكس حجم العلاقات القوية بينهم، لذلك نعمل على زيادتها بالاعتماد على التصنيع المحلي في كلتا الدولتين، وهو ما يمثل إضافة اقتصادية قوية وذات جدوى. نعم، هو بالفعل ذكرت في معرض حديثك منذ قليل الحديث عن حجم الاستثمارات في مصر في الخمسة أعوام المصارمة عام 2012 و13 و14 تراوحت ما بين الزيادة والنقصان، ولكنها ثبتت بعض الشيء عند عام 2015، وكانت هذه الاستثمارات بحوالي 5 مليارات دولارات. هل هذا المبلغ كافي لتحقيق هدف أو الهدف الاستراتيجي للبلدين أم لا؟ بالطبع هناك إرث تاريخي بين البلدين، وهناك قدرات كبيرة غير مستغلة ولا تعبر عن الرقم الحالي لحجم الاستثمار بين البلدين. ونأمل في أن يشكل محور قناة السويس نقلة نوعية كبيرة في زيادة حجم الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري بين البلدين. ولكن هناك نموذج اقتصادي تضع كلتا الدولتين، وهو استخدام المواد الخام من روسيا وإعادة تدويرها وصناعتها والاستفادة منها في مصر، وكذلك الحال أيضا بالنسبة للمنتجات التي تقوم مصر بإنتاجها هي الأخرى والتي نستفيد منها في روسيا الاتحادية، وتساهم في زيادة إجمالي الصادرات المصرية وانتعاش الاقتصاد والسوق المصرية. منذ أيام قليلة اقترح وزير التجارة والصناعة الروسي إنشاء منظمة تشبه منظمة الأوبك، هذه المنظمة لمصدري الألومنيوم. هل من الممكن أن ينفذ هذا المشروع أو ينفذ مشروع على غرار هذا المشروع كمنظمة أوبك ما بين مصر وروسيا في التعاون في مجالات الطاقة وتحديدا الفوسفات أم لا؟ وزير التجارة والصناعة الروسي لا يتحدث عن أمر قد حدث، ولكن هناك اقتراح قدم لإنشاء هذه المنظمة من أجل تنسيق الجهود والتعاون بين مصدري الألومنيوم والتنبؤ بالأسعار كي يتم إفساح المجال في هذا السوق من أجل تطويره. وتلك المنظمة لا تقتصر على دول بعينها ولا على حجم العلاقات المتبادلة بين الدول.
نعم، أخيرا كلمة من سيادتك كمواطن روسي وليس كمسؤول روسي إلى الشعب المصري في هذه الزيارة التي تقوم بها في مصر. أود أن أشكر الشعب المصري على كرم الضيافة وحسن الاستقبال وعلى هذه المشاعر الطيبة التي تستقبلون بها المستثمرين الروس وكذلك السياح. ونحن نشكر السيد نائب وزير التجارة والصناعة الروسية السيد جالب سيرجيفيتش نيكيتن، نشكرك جزيل الشكر على هذه الاستضافة. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه هي الحلقة الخاصة للحديث عن العلاقات الثنائية المصرية الروسية مع نائب وزير التجارة والصناعة الروسية السيد جالب سيرجيفيتش نيكيتن، كان ضيفا كريما معنا في هذه الحلقة الخاصة على أون لايف. نشكركم جزيل الشكر.